عيشي جيم مع لايم دي جي اس، المساند الاول للرياضه الوطنيه. سلام لي زامي، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده ديال برنامجكم عيش الجيم، البرنامج ديال التقصار والالعاب الفيديو. الا كنتو كتفرجوا فينا في يوتيوب او في فيسبوك، ما تكونوش من الناس اللي كيدوزوا الفيديو، تقص على براسك، خلي الفيديو تشارجا وعيش معنا الجيم. السيمانه اللي فاتت كان معنا اللاعب ديال الوداد صلاح الدين السعيدي، واليوم غيكونوا معنا جوج لعابه ديال الرجاء، محمد دويك وعمران فيدي، باش نقصروا معاهم ماتش جوج كونتر جوج، جوج بهم مدافعين مزيانين، غادي نكتشفوا واش كيدافعوا مزيان حتى فيفا 19. الحلقه الاولى اوميزون كنعلمنا كيفاش نماركيو البيوتا، واليوم غيورينا كيفاش نقادوا الخطط والتكتيك قبل ما ندخلوا الماتش. حلقه واعره كتسناكم اليوم، اللعابه واجدين، اوميزون واجد، المانيطات شاعلين، طلع اخويا الجينيريك باش نبداو. 2 3 كيك ومبدا مع فقره تعلم الجيم، وبحال السيمانه اللي فاتت غيكون حاضر معنا ليكسبير ديالنا اوميزون. مرحبا بك معنا. شكرا اسماعيل، كنتمنوا للجمهور ديالنا يكونوا استفدوا من الحلقه اللي دازت ودوزوا وقيته زوينه بحال اللي غيدوزوا في هذه الحلقه هذه. من بعد ما دازت الحلقه الاولى شفنا بزاف ديال لي كومونتير، الناس كتسول على الخطط والتكتيك اللي بقاو يديروا قبل ما يبداو الماتشات. اي اسماعيل، في هذه الحلقه هذه غندويو على لي فورماسيون اوفونسيف او لا ديفونسيف تاعهم. دونك واخيرا غنتعلموا نديروا الخطط وما نبقاوش نبداو بالخطط باغ ديفو. ان شاء الله داكشي اللي بغينا. مشينا. دونك اوميزون، شنو هما الخطط لي فورماسيون اللي غادي تعلمنا اليوم؟ غندوي على لي فورماسيون بحال اللي قلتي اسماعيل، اللي ولات شي حاجه مهمه في فيفا 19، اللي داروا شي حاجه جديده بحال تقدر دير 5 ديال لي فورماسيون ولا خطط في الماتش الواحد، اللي تقدر تبدلهم غير بالفلاش، سواء الدرع اليمين او اليسار، وكيعطيوك 5. ما بين لي فورماسيون اللي مزيانين واللي كيلعبوا بهم لي جوار برو، كاين 4-2-3-1 لي فورماسيون اللي كتخليك تلعب جو كومبلي، اللي عندها ديفونسيف مزيان اوتوماتيكمون حتى لاطاك كتكون مزيانه. كاينه لا فورماسيون اللي كتكونتري بحال اللي كنقولوا حنا الكونتر ديالها، هي 4-1-2-1-2 اونتي جو، فوالا لونتي جو ديالها، هذه كدار بوغ ديفونسيفمون بزاف وكتخليك تلعب على لي كونتر اتاك. دونك انت خصك تسالي من الجيمين وتمشي دير التدريب الا بغيتي تولي مدرب انت الا بغيتي. بعض المرات كنكون خاسر، هي الغالبيه ديال الاحيان كنكون خاسر، شنو خاصني ندير؟ ما كيكون عندي ما نخسر، شنو هي الخطه اللي خاصني نبدل ندير وسط الماتش؟ فوالا كاينه واحد الخطه اللي مزيانه اللي كتخليك تلعب بريسينغ عند لادفيرسير ديالك، كتكون غالبه، كتكون 8 ديال اللعابه وسط الكاري ديالو، هي 3-5-2، 3 في الديفونس و 4 في الميليو، 1 ميليو اوفونسيف و 2 في لاتاك. يجيب التعادل يعمرك. فوالا دونك كتغامر بها، مي او ميم طون راه كتلعب الكل في الكل، ما عندك كي غدير. شنو هما لي تاكتيك بيرسو ديالك؟ لي تاكتيك بيرسو ديالي بحال اللي كنشوفو في لي زيماج، انا نعطيكم دو تاكتيك، كاينه تاكتيك ديال بوغ لاتاك و تاكتيك الديفونس. نبداو بالديفونس هي الاولى اللي كدار بالستيل ديفونسيف ريكولي، اللي كتخلي الديفونس ديالك راجعه للور، في لا بروفوندور ديالها كيكونوا حتى هي دايرين غير 3 باغ بحال اللي كنشوفوا، باش لا لين ديفونسيف ديالنا ما تطلعش، تبقى ديما هي اللور، واخا يبغي يهاجم كتبقى ديما هذيك لا لين ديالك اللور مقاده. و بوغ لا لارجور ديال لا ديفونس كنديروا فيها 6 ديال حتى 7 ديال لي بار، باش تخلينا نلعبوا مفرقين اللعابه، سي كيف ما نخليوش لادفيرسير يدخلنا من الجناب. بوغ لو ستيل اوفونسيف كنلعبوا كونستركسيون رابيد، كتخلينا باش نوصلوا دغيا البوطو بلي كونتر اتاك وبكل شيء. دونك وكاينه بحال اللي كنشوفوا لا في لا بروفوندور حتى هي كنرجعوها، دونك هادو هما لو ستيل اللي كنقدروا نلعبوا فيها ديفونسيفمون. و بوغ لاتاك، لاتاك كاينه كنديروا حنا ستيل ديفونسيف بريسينغ كونستون او لا بريسينغ ابخي لا بيغ دو بال، كنديروا بريسينغ كونستون باش نخليو لادفيرسير يلعبوا عنده، ما يلعبش عندنا في الديفونس ديالنا، ما يلعبوا عنده في لاتاك ديالو. كنديروا في لا بروفوندور و لا لارجور ما كنبدلوهمش بزاف، كنخليو 7 ديال لي بار في لا لارجور و بروفوندور كنخليو 3، وفي ستيل اوفونسيف كنلعبوا سوا في بوسيسيون او لا ايكيليبري، باش نخليو الكره عندنا ديما، باش حنا اللي نتحكموا في الماتش وماشي هو اللي يتحكم فيه. شكرا بزاف اوميزون، غراس اتوا انا بزاف ديال الدراري غادي نوليو نديرو خطط قبل ما ندخلو الماتشات، وما غاديش نبقاو نخليو الخطه باغ ديفو. لي زامي، كنا طلبنا منكم انكم تاسكيونا على اي سؤال طاح لكم في البال، اوميزون غادي يجاوبنا عليه، دونك اختارينا جوج ديال الاسئله، نبداو مع السؤال الاول اللي صيفطوا لينا عبدو. السلام عليكم، انا عندي مشكل هو كيتمركوا عليا بيجا بزاف، 5-6-7، بغيت شي طريقه باش نبدا ديفوندي مزيان باش ما يبقوش يتمركوا عليا ديك بيوتا بزاف. دونك اوميزون، شنو احسن وسيله اللي نقدروا نديروا باش ما يتماركاوش علينا بيوتا بزاف؟ لاستيوس اللي كاينه الاولى هي لي ديفونسور سونترو، الدفاع اللي عندنا اللور ما خصناش نتحكموا به ونخرجوه، خصنا اوتوماتيكمون ما نبقاش نحركهم، نخليوها نتحكموا غير بلي ميليو ديفونسيف او لا بلي ميليو اون جينيرال، هما اللي يجيو
نريكوبيريو الكره لا تيغو ما يطلعوش فوالا ما يطلعوش دونك ما نتحكموش فيهم هذا اول غلط كيديروا بزاف بنادم هي كيتحكم بالا ديفونسور سونترو لا سوس الثانيه اللي نقدروا نقولوا هي ديال بريسينغ اللي غادي نوريها لكم بلا مانيت كدار بار 1 الا كانت الكره عند لادفيرسير نقدروا نديروا بريسينغ بار 1 اوتوماتيكمون بحال كنشوفوا في الصور كيمشيو عنده كيمشيو عنده السي بي يو بحال كنقولوا حنا لورديناتور هو اللي كيمشي عنده وكي ما كيخليش يلعب على خاطره كيبرصط لادفيرسير اللي كيخليه يدير باس عشوائي وانت اللي تقدر تحكم به وتمشي تقطعه كنقطعوا بالميليو بحال اللي كنشوفوا في لي زيماج دونك هذه من بين احسن لي زاسوس اللي كاينه داكشي علاش حنايا ملي كنتحكموش في الديفونسور سونترو وكنخليو اوتوماتيكمون السي بي ولا لورديناتور فوالا هو اللي يمشي ذكاء اصطناعي فوالا يمشي يبرزط ليا لادفيرسير ديالو وناخذ ليه الكره بسهوله شكرا بزاف اوميزون دابا غادي نمشيو نشوفوا لا كيسيون الثانيه اللي سيطات علينا شيماء شنو هي الشامبيون اللي نقدروا نديروه في الفرقه ديالنا في الفيفا التيميت تيم وبثمن رخيص دونك اوميزون شنو هي اسهل شامبيون اللي نقدروا نبداو بها في بالنسبه ليا الشامبيون اللي نقدروا نبداو بها في التيميت تيم هي الشامبيون ديال صبريون عندها لعابه زوينين تكنيكمو ورخاص وكنصحها كاع الا كان ممكن تبدا تب ديال لارمان حتى ديال لارمان اللعابه ديالها رخاص وتكنيكمو مزيان شكرا بزاف اوميزون اللي زعما الحلقه الجايه غادي تكون اخر حلقه على فيفا 19 وغيكون معنا البطل ديال المغرب الياس مساعد اللي ربح التورنوه ديال فيفا ام دي جي اس اي سبور وصاحبو فيناليست جامد وبيان سور نوتر اكسبير اوميزون الى عندكم اي سؤال صيفطوا لينا وغادي نجاوبكم عليه السيمانه الجايه من دابا واحد شويه غادي نستقبلوا اللعابه ديال الرجاء محمد دويك وعمران فيدي باش غادي نتصرو معاهم شي ماتش في الفقره ديال فاس فاس ولكن قبل غادي نمشي ناكتيوليزيكم ونعطيكم اخر اخبار ديال عالم العاب الفيديو في الفقره ديال اكس عشاق لعبه فيفا وفرحانين بزاف بلا فيرسيون جديده ديال فيفا 20 في هذا المود تقدر تكريي لو بيرسوناج الخاص بك اولا تلعب بشي لعاب تقدر تلعب بزاف ديال المدن في العالم بحال طوكيو امستردام ولندن وبالنسبه للتقصار سواء ديرو ستوري مود اولا ليغ مود درتو كلشي ونسيتو غير حلومه وتقاشر من بعد ما كانت جوجل لونسات المنصه الجديده ديال العاب الفيديو ستيديا وتبعتها مايكروسوفت اللي طلقات اكس كلاود ابل حتى هي دخلت لعالم صناعه العاب الفيديو وطلقات سيرفيس اركيد واللي كتقدر تابونا فيه وتلعب اكثر من 100 لعبه ديال شركات كبيرة بحال كونامي وسيغا أركيد غادي تبدا في سبتمبر العام الجاي في 150 دولة ومازال ما اعلنت الشركة على الثمن ديال الاشتراك مازال وصلنا الفقرة اللي كنتسناوها كاملين فقرة فاس فاس وغادي نستقبلوا اللعابة ديال الرجاء المدافعين محمد دويك وعمران فيدبي مرحبا بكم معنا الله يحفظك اخويا شكرا بزاف مرحبا بك دويك مرحبا الله يحفظك كتلعبوا شوية كرة كتلعبوا فيفا مع شنو أنا كنقصر فيفا كنقصر فورتنايت كنقصر كول أوف ديوتي عندي مع لي جو شوف عندك مع لي جو أنا يا في بارك عليا برو بس غادي نديروا ماتش ما بيناتنا جوج كونتر جوج دونك أنا غادي نلعب أنا وياك ياك ضروري ولا نتبادل شنو بدل لا تاخذ شي اوميزون كيلعب مزيان غادي نربحوكم ما تخافوش صافا نشوف تخسر مزيان انت ما تخافش عليه لا باخا ما تخافش شكون دونك شنو الفرقه اللي غادي تبغيو تلعبوا بها نخليوها دويك هو اللي يختار نلعبوا فرنسا نلعبوا فرنسا وحنا باش نلعبوا لا يوفي لا يوفي كريستيان انا وعمران غادي نلعبوا بجيفونتوس ودويك اوميزون غادي يلعبوا بفرنسا لعب مونيتا البيضاء لعب لايك صح اليوم غادي نديروا لهم اليوم نطلب نوك سير نسونطر عليك نسونطر عليك يلا دخل قلت لي كاعي انت يا اسماعيل شو دوي كيقول شد سونطر قلتيه وضرب بالراس ديريكت سهلة هذه في اوميزون تماركي ولا صعيبة؟ لا هي صعيبة حيت دابا الا شفنا بوزيسيون مون ديال الكول كان عيان تحكمش به مزيان داكشي علاش تخشات هي راه صعيبة شوية مي الا كان بحال هاد الاغلاط ديال الكول كيخرج تقدر تخشيها شنو كدير باش كتماركيها شنو؟ لا كتجيب غير ديك السهم الصفر كتحاول تجيبو في القنت ديال دوزيام بوطو
اوتوماتيكوم غير كتسونطري كتحاول دور بالانالوج شويه اوتوماتيكوم كتخشى هاد اللقطات هادو قليل فاش كتبقى في البطاقه ولا كالماركه واحد لاعب غوميز ديال الراجل شحال شكرا بزاف الدراري دابا نمشيو نلعبوا الدوزيام ميتو نبداو الدوزيام ميتو نكومونتي معاك ونلعب معاك الله 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 وي شت شت لا لا شت رجع عندي لي زامي وصلنا لنهايه ديال الحلقه شكرا بزاف دويك شكرا عمره لانكم حضرتوا معنا وقصرتوا معنا ماتش مرحبا وشكرا لكم نتوما اللي استضفتونا خاصنا نرجعوا نتقموا منه ان شاء الله ضروري والله يمد دوز لي تريني خليوني مني لي انا هذه المره صافي المره الجايه نعطيو لكم ديروا ماتش بيناتنا وباقي ترجعوا عندنا فاش نديروا دي جو واحد اخر ان شاء الله مرحبا وميزون باقي غادي نشوفوك الحلقه الجايه ان شاء الله اسمعي شكرا اسمعي على هذه الحلقه ونتلاقاو في الحلقه الجايه لي زامي شكرا بزاف على المتابعه ديال هذه الحلقه نتلاقاو بكم ان شاء الله السيمانه الجايه الا كنتو كتفرجوا فينا في يوتيوب بالرجوله غادي ديروا لنا سبسكرايب ولا كنتو في فيسبوك خليو لنا لايك لاباج السلام عليكم وعيشوا هاد البرنامج قدم لكم من طرف لايم دي جي اس المساند الاول للرياضه الوطنيه ام دي جي اس نربحوا الرياضه